بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بالإخوة الكرام إلى كتاب بيالي كومبخوند. طبعا نستأنف مع لانفون إلو شوفغاي. توقفنا عند هذه الفقرة كما نلاحظ. تحدثنا طبعا فيما سبق عن فرانسوا الذي زار قرية، وعند العودة إلى منزله في البادية كانت تغطيها الثلوج، كان يسير بصعوبة. إذن طبعا في الطريق وجد سوادا كان يظنه في البداية شيئا ما قد سقط لأشخاص ما، ثم توقع بأنه كلب ميت وسط الثلج، ثم يكتشف في النهاية بأنه إيلون على وشك الموت. إذن طبعا أخذ الطفل لدى الإيل إلى المنزل وسنرى ماذا سيحدث. Si la route est moins fréquentée, la neige est plus épaisse. Il aperçoit quelque chose de noir au milieu du chemin et pense « Tiens, un sac perdu par un traîneau. » Elle approche et voit que ce n'est pas un sac, mais un chien étendu dans la neige, inanimé. « Oh, mais ce n'est pas un chien, c'est un chevreuil. » Il croit d'abord que la petite bête est morte. Il s'approche d'elle, il voit qu'elle remue et qu'elle respire encore. « Mon Dieu ! Un chevreuil vivant. Pourra-t-on le sauver? Il le caresse, essaie de le réchauffer de son haleine. Il le soulève et l'emporte, serré dans ses bras, qu'il est lourd. Il croit d'abord que la petite bête est morte. Eden Huayadun, Tabaladana, le verbe croire, ça le fait présent. On a tout d'abord le verbe croire, conjugué au présent. Il croit, Eden Huayatakit. المقصود بأنه اعتقد، طبعا كما ذكرنا بأن البريزون أحيانا يستعمل للدلالة على الماضي. إذا طبعا نستعمل البريزون حتى نحس بالقصة التي حدثت في الماضي وكأنها تحدث أمام أعيننا. يكخوا إذا هو يعتقد، المقصود بأنه اعتقد دابور بداية قبل كل شيء كلا بوتيت بات، بأن الدابة الصغيرة المقصود هاد الايل اي مورت بانها ميته. il s'approche d'elle، اذا هو يقترب منها. طبعا عندنا هنا لو فيرب سابروشي، قبلها راينا لو فيرب ابروشي كما عندنا هنا. اذا il approche et voit que ce n'est pas un sac. اذا المقصود هنا il s'approche، احيانا نستعمل الفعل هكذا يعني تجاوزا. Il approche. ولكن المقصود هنا il s'approche، هو الذي يقترب. إذا نتكلم على الفيرب s'approcher هنا. Il s'approche d'elle، إذا هو يقترب منها، يقترب من الدابة. Il voit، إذا هو يرى. طبعا عندنا الفيرب voir، مصرف بنفس الطريقة، مصرف بنفس الطريقة في البريزون. Il voit qu'elle remue، إذا هو يرى بأنه يتحرك. طبعا عندنا الفيرب remuer. الفيرب remuer المقصود به تحرك. il voit qu'elle remue، إذا هو يرى بأنه لا زال يتحرك. et qu'elle respire encore، وبأنه يتنفس أيضا. المقصود هنا بأنه لا يزال يتنفس. et qu'elle respire encore. طبعا عندنا لو فيرب respirer يعني فعل تنفس. لو فيرب respirer هذا فعل تنفس. et qu'elle respire encore. Et qu'elle respire encore. ثم ماذا قال فرانسوا؟ Mon Dieu, mon Dieu, يا إلهي. Un chevreuil vivant. Un chevreuil vivant. أيلون حي. طبعا نتكلم أحيانا على الفيرب vivre. أحيانا نتكلم على الفيرب vivre. فعل عاش. ومنها مثلا كلمة لا في. ومنها كلمة لا في يعني الحياة. إذا هنا نقول عن شيء بأنه vivant، في المؤنث نقول vivant يعني أنه حي، لا زال حيا. mon dieu un chevreuil vivant. يا إلهي أيلون حي. pourra-t-on le sauver؟ pourra-t-on le sauver؟ هل نستطيع إنقاذه؟ طبعا عندنا هنا le verbe pouvoir مصرف في الفيتور. لو فيرب بوفوار مصرف في لو فيتور. إذا هنا سؤال، طبعا هنا سؤال.
ممكن نقول مثلا اون بوغا لو سوفي سنستطيع طبعا لو في بوفوار يعني فعل استطاع بصرف لو فيتور سامبل اذا نتكلم عن الفعل بانه سيحدث في المستقبل اذا اون بوغا لو سوفي نحن سنستطيع انقاذه هنا سؤال بوغاتون لو سوفي بوغاتون لو سوفي طبعا في الاصل عندنا هنا بوغا اون بوغا اون نضيف هالطي هنا حتى نفصل بين هاد لي دو فويال حتى تاتي في النطق سهله اذا في الاصل نقول بوغا اون نقول مثلا فو بوفي لو سوفي فو بوفي لو سوفي انتم تستطيعون انقاذه في السؤال نقول بوفي فو لو سوفي بوفي فو لو سوفي هل تستطيعون انقاذه اذا في هذه الحاله ما غنضيفوش الطي لكن في هذه الحاله التي عندنا هنا وفي حالات اخرى طبعا نضيف الطي حتى يسهل النطق بوغاتون لو سوفي هل سنستطيع انقاذه إلو كاريس اذا بدا يمرر عليه يده يلطفه بيده إلو كاريس on a le verbe caresser de la même façon conjugué au présent on a ensuite on a essaye de le réchauffer essaye de le réchauffer de son haleine essaye de le réchauffer de son haleine essaye c'est le verbe essayer c'est le verbe essayer de la même façon conjugué au présent هذا فيه الحاولة بنفس الطريقة أنه مصرف في الحاضر essay هو يحاول de le réchauffer إذا هو يحاول تدفئته de son haleine بهواء نفسه بالهواء ديال النفس ديالو يسمى لو هالين بدأ يحاول إخراج الريح من فمه اتجاه هذا الحيوان حتى يحس بالدفء إذن إلو سوليف إذن هو رفعه طبعا عندنا لو فيرب سولفي إلو سوليف هو يرفعه إلومبورت ثم حمله سيغي دون سي بغا سيغي كما نقول مشدود دون سي بغا في ذراعيه المقصود هنا بين ذراعيه كما عندنا في الصورة هنا إذن سيغي دون سي بغا كيلي لور كم هو تقيل كما نقول هنا كوم إلي لور كم هو تقيل إذن قلنا هنا كيلي لور كم هو تقيل Il croit d'abord que la petite bête est morte. Il s'approche d'elle. Il voit qu'elle remue et qu'elle respire encore. Mon Dieu, un chevreuil vivant. Pourra-t-on le sauver? Il le caresse, essaye de le réchauffer de son haleine. Il le soulève et l'emporte. Serré dans ses bras, qu'il est lourd. Constamment, l'enfant glisse et tombe sur les genoux. Il appuie sa broche contre le flanc du chevreuil et lui parle tout bas. Mon petit, mon pauvre petit, non, tu ne mourras pas. Je te mettrai près du feu. Je te donnerai du lait, pauvre tout petit. Il court doucement la porte, du bout de son sabot. Sa mère vient ouvrir. Mère, dit-il à mi-voix, tout essoufflé. Mère, regarde ce que j'ai. Marie, crie la mère. Viens donc voir, ton frère a trouvé un chevreuil. Constamment, comme on a dit, constamment. Nous parlons de un constant, de un tépite, constamment. Et à l'aide de l'homme, nous parlons de constamment. L'enfant glisse, à tiflo, il est à zahlak. Dans le verbe glisser, François est sur le de Toulouse, et il met cette tecle. ويحمل شيئا ثقيلا هذا الحيوان الثقيل إذن أكيد وهو يسير بصعوبة سيتزحلق لونفون غليس اي طومب
sur les genoux. Elle tombe sur les genoux. Et donc constamment, بشكل دائم, يعني مرات عديدة, l'enfant glisse, الطفل كان يتزحلق, et tombe sur les genoux. Et tombe sur les genoux. ثم يسقط على الركبتين. كان يسقط على ركبتيه. Il appuie sa bouche contre l'enflant du chevreuil et lui parle tout bas. Il appuie. طبعا le verbe appuyer, يعني انك ترتكز على شيء. تتكئ على شيء. Le verbe appuyer, انك تتكئ على شيء. انك تعتمد على شيء. تعتمد على شيء مثلا للوقوف الى غير ذلك او للمشي الى غير ذلك. Il appuie sa bouche contre le flanc du chevreuil. هو يتكئ بفمه كما نقول. Il appuie sa bouche, هو يضغط بفمه او يتكئ بفمه contre le flanc du chevreuil. يعني عكس le flanc. كما نقول جانب او عند خاصرة du chevreuil هاد الحيوان. هذا الحيوان إلوي بارل توبا. إلوي بارل توبا. ثم يتحدث له توبا المقصود بها بصوت منخفض. توبا المقصود بها بصوت منخفض. إذن كان يتحدث له بصوت منخفض. كان يضع فمه جانب هذا الحيوان ثم يتحدث له بشكل منخفض. كونستامون لونفون غليس إي طومب سيغ لي جونو. إلا بوي سا بوش كونتخ لو فلون دي شوفغوي. إلوي بارل توبا. Mon petit, mon pauvre petit. Non, tu ne mourras pas. Mon petit, ya sariri. Mon pauvre petit, sariri le miskin. Non, là, tu ne mourras pas. Ante l'entamout. Ante l'entamout. طبعا عندنا هنا le verbe mourir, صرف في le futur simple. Tu ne mourras pas. Ante l'entamout. Je te mettrai près du feu, en sa'adauka قرب النار. طبعا عندنا لو فيغ ميتر ايضا مصرف لو فيتور سامبل. جو تو ميتخي بخي دو فو قرب النار. جو تو دونغي دو لي. جو تو دونغي دو لي. انا ساعطيك من الحليب. طبعا عندنا هنا لو فيغ دوني ايضا مصرف في لو فيتور سامبل لان هذا الذي يقوله طبعا فرونسوا سيحدث مع لو شوفغي يعني قريبا قريبا بعد الوصول مثلا الى المنزل. اذا je te mettrai près du feu, je te donnerai du lait, انا ساعطيك من الحليب. mon pauvre petit, يا فقيري الصغير جدا. المقصود هنا يا صغيري جدا المسكين. il court doucement la porte du bout de son sabot. اذا طبعا فرانسوا يضرب la porte du bout de son sabot. إذن طبعا يضرب الباب بنهاية حذائه كما نقول. إذن فرانسوا يضرب الباب بهدوء. ماذا يضرب؟ du bout de son sabot. ببداية بأمام son sabot حذائه. sa mère vient ouvrir. أمه تأتي لتفتح. mère dit-il à mes voix. Mère, dit-il à mes voix. Homme, المقصود أمي. Dit-il, يقول هو. نتكلم عن فرانسوا. À mes voix. كما نقول هنا بنصف الصوت. بنصف الصوت. المقصود بأنه لا يتحدث بصوت عادي. يخفض صوته إلى النصف. إذن يقول mère, mère, dit-il à mes voix. Tout est soufflé. Tout est soufflé. المقصود بها أنه كان يلهث. يلهت جدا. إذن يقول له ماغ وهو يلهت. روغارد ماغ روغارد أمي انظري. سكو جي سكو جي ماذا عندي. إذن روغارد سكو جي انظري ماذا عندي. ثم تنادي الأم ماري كخي لا ماغ. ماري كخي لا ماغ. ماري تصرخ الأم. فيا دونك فواغ تعالي إذا لتنظري. طون فخير أتروفي أن شوفغي. طون فخير أتروفي أن شوفغي. أخاك وجد إيلا. إذا كما قلنا كونستامون لونفون غليس إي طومب سيغ لي جونو. إلا بوي سا بوش كونتخ لو فلون دي شوفغي. إلوي بارل توبا.
Mon petit, mon pauvre petit, non, tu ne mourras pas. Je te mettrai près du feu, je te donnerai du lait, mon pauvre tout petit. » Elle compte doucement la porte du bout de son sabot. Sa mère vient ouvrir. « Mère, dit-il à mes voix, tout est soufflé. Mère, regarde ce que j'ai. »« Marie, crie la mère, viens donc voir, ton frère a trouvé un chevreuil. » »« Marie, crie la mère, viens donc voir, ton frère a trouvé un chevreuil. » إذا نستأنف فقرة القادمة حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.